كانت شديدة الحلم مع كل الناس اللي اشتغلوا بيها، لم تعمل عندنا عاملة نظافة إلا ما اهتمت بنفسها، ما بتصليش تخليها تصلي، في مشكلة تحللها المشكلة. ويمكن السيدة اللي هي قعدت مع أمي تخدمها 20 سنة، ربنا أكرمها وعملت مع أولادها ومعاها، مش هقوله عشان لا يضيع ثوابها، كانت لا يمكن تترك أي إنسان إلا ما يكون معاه موقف، والناس عندها كلها سواسية من القلب، مش من أجل الظهور. فأمي كانت شديدة التواضع وعلمتنا إن من يخدمك هو ليس أقل منك، لا بالعكس، ده هو ربنا مديله هذه الرفعة إنه يخدمك عشان يمتحنك فيه. فأمي كانت نقية طيبة جدا مع كل الناس، متواضعة جدا مع كل الناس، عمرها ما حست بكبر، عمري ما حسيت إن في كبر، مهما تشكر فيها، مهما اتكتب فيها مقالة، مهما اتعمل فيها حلقات ناجحة، كانت ترجع تقول أنا قد كده، أنا قد الناموسة، أنا لولا ستر الله عليا أنا ما سواش. فأمي كان عندها تواضع فعلا ما بينها وبين نفسها، في بيتنا كان في هذا التواضع. طيب احنا يا فندم قصه القاهره 24 كلها بتعزيكي يعني، وعايزين نسال حضرتك برضو، حضرتك ذكرت ان هي تغسلت بماء زمزم، يعني خلينا اكتر عنه. والله انا يعني انا اشتريت ماء زمزم كده، ما كنتش متصوره انه هيروح في غسل امي، انا بحب ماء زمزم وعارفه ان زمزم لما شربت له. وبعدين لما جه الموت فلقيت عندي انا كميه كويسه من ماء زمزم، فانا يعني توجهت ان انا اغسلها بهذا الماء. طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، الانسان عمله هو اللي بيغفر له، بس هي كانت كرامه ربنا ادهاني يمكن عشان يواسيني في الفقد، احس ان انا قدمت يعني قمت تجاهها باي شيء. تمام. يعني هي اللي علمتني طريق ربنا، هي مش ام ربت، هي ام حطتني، هي علمتني احب ربنا والجا لربنا. وعمري ما لجأت لها في شيء الا لما قالت لي لا ده انت تصلي لي قضاء حاجه، انت بتكلميني انا اعمل لك ايه؟ اقول لها انا رايحه عشان عندي انترفيو، تقول لي انترفيو ده مع البشر، انت عملتي ايه مع رب البشر؟ انت تصلي هنا بدل بركتين قضاء حاجه تخليهم 10 و12، تطلبي من ربنا ييسر لك الامر، ده المفتاح اللي انا نجحت بيه في التلفزيون المصري، لجوئي لربنا. طيب ايه ابرز موقف حضرتك بتفكريه او الموقف اللي هو مش هتنسيه خلال رحلتك معاها؟ والله مواقف امي كلها ما انساهاش، لان فتره الطفوله والمراهقه والشباب في حاجات كنت بشوفها ان هي ما كنتش بفهم هي بتعمل كده ليه، يعني ممكن الاقي حد اسالها جدا ولما تشوفه اهلا وسهلا وتسلم عليه، فكانت الحاجات دي بتستفزني جدا، اقولها يا امي ده انا ده قايل وقايل، تقول يا ستي سيبيها هو مش قاصد، ده في ناس زقاه، ده يمكن مضغوط، ده يمكن ده طلبه في الشغل. عمرها ما احتقرت حد، عمرها ما قللت من حد، عمرها ما شالت اي كره لحد. يعني انا كنت بصطدم مع امي في انها شايفه كل الناس ملائكه، يعني او شايفه الجانب الطيب في كل الناس. تمام. فلا انسى هذا في حياتي كلها. تمام. عايزين حضرتك تكلمينا عن المواقف اللي ممكن تكون مع مثلا المواقف ممكن تكون قابلتها في الشغل مثلا، قابلتها في حياتها ومسيرتها المهنيه، يعني ممكن تكون مواقف صعبه او ممكن تكون مواقف سعيده. اول مذيعه اكتر طلعت. حاجه كانت بتزعلها ان هي تعمل حلقات وتبذل فيها جهد، لان هي كانت عيني بتذاكر الحلقات، امي كانت في امتحان مع نفسها، يعني هتسجل مع اي شيخ او اي شخصيه، بتقعد تذاكر كتب كلها لازم تقري وتذاكرها وتلخصها وتحط لها عناوين كانها داخله امتحان. فما كانت تبذل هذا الجهد وتترفض الحلقات لاي سبب ما، كانت بيبقى ليها صدمة كبيرة جدا، رغم انها ممكن تكون جايبة الملابس على حسابها، وممكن تكون مش واخدة اجرها، وممكن تكون الضيف ما اخدش اجر، بس هي عاملة ده كله لوجه الله، وكانت بتقنع الضيف بكده، بتقوله ما تاخدش اجر، انت دورك انت تطلع تعلم الناس. فلما كانت هذه الحلقات احيانا ترفض او تؤجل او تذاع في وقت اللي هو 2 الظهر وواحدة الظهر احيانا، لاي سبب ما كان شيء بيحزنها جدا. مش عشان هي لذات كريمان حمزة، عشان العمل تعبت فيه. عايز سؤال اخير، يعني ممكن نقول احنا مثلا في المجال الاعلامي او اي حد في المجال الاعلامي بنتعلم دايما من اساتذتنا، هي اكيد كان ليها طلاب على مسيرتها المهنيه في الدين او في الاذاعه عموما، بالتحديد لانها اول مذيعه، بتتعامل معاهم ازاي او ممكن تكون كانت بتتكلم عنهم ازاي او هم كان علاقتها بيها ايه؟ حضرتك طلابها ومحبيها من السادات، احنا كنا بنتنافس، يعني احنا في ناس اتخانقوا معايا ان ازاي ما يحضروش البوصله، وفي ناس اتخانقوا معايا ازاي هي في فتره النقاهه تبقى عندي، اقول لهم يا جماعه انا بنتها مصدقه، يقولوا لي مش شرط، احنا بنحبها اكتر، يعني احنا وصلنا الى حد الخلاف. فهي كانت بتعاملهم بشكل حب وانسانيه وتوجيه، وتطمن ان كل واحده فيها وصلت لاحسن حاجه.
ده كان واخد حياته، ده كان شيء غريب شويه في بيتنا. يعني احنا ممكن بيتنا تبقى اوضتي نايمه فيها اتنين، واحده مذيعه مثلا زميله ماما اصغر سنا، واحده ام مريضه. احنا كلنا بنتعامل سواسيه كاسنان المشط، احنا وعامله النظافه والاثنين ضيوف. فانا في يعني انا في منافسه، وفي ناس زعلانه مني جوه ازاي انا ما حضروش مسيح. حقيقي احنا فقدنا انسانة عظيمة قبل ما تكون استاذة عظيمة. يا رب احنا بنشكر حضرتك جدا واسفين لازعاج حضرتك. الله يسعدك يا رب. لا ترى الف خير. شكرين. عندي سؤال لحضرتك، هي يعني تعتبر وحيدة اول مذيعة التلفزيون المصري ابتدت الحجاب. يعني اعزائي المشاهدين متابعي موقع المصري اليوم في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم. معكم مراسلكم القرشي حسن، موجود مع حضراتكم هنا من مسجد النزهه القوات المسلحه بمدينه نصر، لننقل لحضراتكم مراسم تلقي واجب العزاء في الاعلاميه السيده كريمان حمزه. يعني توفت الاعلاميه كريمان حمزه مساء يوم الاحد بعد صراع كبير وطويل مع المرض، وتم تشييع جثمانها يوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة. ويعني كان في البداية عندما نشر طلال حفيد الإعلامية كريمان حمزة أمر حسابه على فيسبوك صورة لجدته معلقا إن لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ببالغ الحزن والأسى. توفيت إلى رحمة الله تعالى الأستاذة الداعية والإعلامية كريمان حمزة. نذكر حضراتكم أن الإعلامية الراحلة كريمان حمزة مسيرتها الإعلامية كانت البداية بتاعتها ببرنامج للأطفال بعنوان قرآن ربي، وقدمت على مدار تاريخها أكثر من 1500 حلقة تلفزيونية، وكانت أول مذيعة تطلع على الشاشة مرتدية الحجاب. يعني كانت تجربة ذكريات روتها في حوار صحفي نشر في 2008، وبتقول يعني كانت بتقول في اخر حوار صحفي كان في 2008 بتقول ايه، اتذكر دائما ان سنه 1970 حينما ظهرت عندما ظهرت بالحجاب على شاشه التلفزيون سالوها عما وضع ايه اللي هي حطها على راسها، فقالت لهم انه مثل تسريحه الشعر، فلم هي ما كانتش تعرف ان حدهم ان ذلك الحجاب. يعني في ناس ما كانتش متخيله ان في مذيعه يعني طلعة بالحجاب، فقالت لهم اعتبروه زي تسريحة. يعني هي بتقول في لقاء صحفي ما كانتش متخيلة كان معاها 1970 ان الحجاب كان هينتشر بالسرعة دي، وكانت فرحانة لان الحجاب وهي ساهمت في ان الحجاب ينتشر في مصر. طبعا من المشاهد المميزه في مسيره كريمان حمزه قيامها باستضافه الفنان مدحت صالح في طفولته بعد ما حقق مركز كبير في مسابقه لحفظ القران. وكان في الحلقه دي يعني مدحت صالح قال ايات من القران الكريم بصوت مميز اظهر موهبته وتمكنه. طبعا انت عارف حضرتك التصوير اللي بيتصور من ذيك الحلقه 30